صحيح كوثر، يعني لعله اتفاق نادر كما يقول هنا الفرنسيين، يعني 4 أحزاب من أحزاب اليسار مختلفة ومشاربها ومنابعها مختلفة، يعني الاشتراكيون الخضر وأيضا الشيوعيون، واليوم أقصى اليسار متطرف استطاع جون لوك ميلونشون بالفعل بالرغم من أن هنالك العديد من كانت الانتقادات، ويعني كانوا يقولون أنه من الممكن التوصل للحل ولكن يستبعدونه في ظل الانقسامات والتمزق الذي كان يعيشه اليسار خاصة في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. ولكن على ما يبدو أن النسبة التي حصل عليها يعني جون لوك ميلونشون في الجولة الأولى أكثر من 22 نقطة، بالتالي كان فارق بينه وبين اليمين المتطرف نقطة واحدة، جعل الجميع يلتفت إلى فكرة أنه لو توحد اليسار من الممكن أن يصل في بعض الأحيان إلى ما يريده. ولكن اليوم استطاع جون لوك ميلونشون بالفعل من انتزاع هذا الاتفاق، اتفاق تاريخي، ولكن لا يزال الاتفاق بين الاشتراكيين وأقصى اليسار يعني فرنسا المتمردة لم يتم بشكل نهائي. هنالك بيان يعني قام نشره بعض الأشخاص، ولكن قيل أنه نشر عن طريق الخطأ ولم يتم وضع اللمسات الأخيرة. ولكن على ما يبدو أن بالفعل الاختلافات أو الإشكاليات الإيديولوجية تم الاتفاق عليها في بعض النقاط ويتم العمل عليها خلال الوقت اللاحق، ولكن هنالك اتفاق عام سوف يعمل على الاشتراكيون على طرحه غدا الساعة 7 في توقيت باريس من أجل التصويت عليه، وبالتالي سنرى بالفعل كيف سيقوم الاشتراكيون وحزب فرنسا المتمردة بالاتفاق على قواعد عديدة. لعل أبرز النقاط التي اليوم يعني يتم الحديث عنها هو النقاط الخلافية التي كانوا يختلفون بينها، بين السياسات التي يتبعها أقصى اليسار وبين السياسات التي يتبعها الاشتراكيون في وأيضا الخضر في القواعد الأوروبية والالتزام بالميزانيات الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي على ما يبدو أن هنالك الآن تنازلات من بعض الأحزاب الاشتراكية والخضر للتوافق مع أقصى اليسار من أجل الحصول على أغلبية في البرلمانية خلال الانتخابات التشريعية التي ستخاض على جولتين. ميلانشون الأغلبية خلال الانتخابات البرلمانية وبالتالي التعايش أو تشارك السلطة مع ماكرون؟ بعض استطلاعات الرأي تقول أن هذه الجولتين من الانتخابات التشريعية تكون على جولتين، وبالتالي من الممكن أن يكون قريبا للحصول على الأغلبية، وبالتالي من الممكن انتزاع، ولكن لا أحد للآن يجزم بهذا الشكل، خاصة أنها تقام هذه الانتخابات على دورتين يعني انتخابيتين، وبالتالي من الممكن أن يحصل الرئيس إيمانويل ماكرون على النسبة الحصة الأكبر. ولكن هنالك الآن تنافس بعد هذا يعني بعد هذا الائتلاف أو هذا الاتحاد الذي شكله أقصى اليسار، من الممكن بالفعل أن يحقق أغلبية برلمانية، ومن الممكن في وقتها يعني عند تحقيق هذه الأغلبية البرلمانية من الممكن أن اختيار رئيس حكومة من هذه الأغلبية اليسارية. ولكن للآن لا أحد يعلم لأن الانتخابات التشريعية يعني على مرحلتين، ومن الممكن أن لا يستحوذ اليسار بشكل كامل على الأغلبية. ولكن بلقيس، هل صحيح هو بأن حل يعني توصلهم إلى الاتفاق وبالتالي الأغلبية في الانتخابات فسيكون ميلانشون هو رئيس الوزراء القادم؟ ميلانشون رشح نفسه، يعني هو دعا الفرنسيين منذ حتى يعني الدورة الثانية عندما الجاري بين الأحزاب اليسارية الآن، يعني خلال المفاوضات من ضمن بنود هذا الاتفاق هو أن يكون ميلانشون هو رئيس الوزراء حال حصولهم على الأغلبية. يتم الحديث صحيح كوثر، يتم الحديث عن اختيار جون لوك ميلونشو، ولكن للآن لم يتم يعني الإعلان رسميا عن أنه سوف يكون هو رئيس الوزراء بحال حصلت الأغلبية. يعني هنالك مباحثات كثيرة، دعيني أركز على نقطة أنه لم يتم الاتفاق بشكل كامل، هناك اتفاق مبدئي، هنالك غدا أيضا تصويت سيكون ضمن يعني اللجنة الوطنية للحزب الاشتراكي. الحزب الاشتراكي بحد ذاته هو منقسم، يعني فرانسوا أولاند يعني الزعيم يعني في أو عضو يعني أيضا ولديه رئيس سابق قال صرح منذ قليل أنه يشعر بخيبة أمل لانضمام الاشتراكيين لأقصى اليسار. هنالك تصريحات أيضا من رئيس وزراء سابق قال أن اليسار أضاع بوصلته، وبالتالي هنالك انشقاقات. دعينا نرى في المرحلة المقبلة إذا سيتم بالفعل توافق اليسار بهذا الشكل القوي، هل سيتم بالفعل التوافق على اختيار جون لوك ميلونشون كرئيس الوزراء بحال بالفعل حصل على الأغلبية النيابية في الانتخابات التشريعية. سنتابع معك بلقيس النحاس مراسلة الغد، كنت معنا من باريس، شكرا لك.